أحبائي في المسيح، النهاردة تاني ربنا ادانا فرصة عشان احنا نجي سوا، عشان احنا نتأمل ونأخذ كلمة الله اللي بقودنا إلى الحياة الأبدية، اللي بقوينا كمسيحيين نعيش حياتنا حياة الإيمان ومخافة الله. ربنا ادانا الفرصة النهاردة تاني عشان احنا نجي نسمع لكلمة بتاعه، وكل مرة احنا نسمع كلمة الله احنا لازم نغير حياتنا، لأنه كلمة الله هو دائما اللي بيجعلنا احنا نكون مؤمنين مطيعين ومخافين لله. احنا سمينا من القراءة الأولى من سفر عاموس النبي، عاموس كان بيتكلم الله ان من كان الشعب الاسرائيلي في زمن بتاع موسى، ربنا امر موسى وقال له يا موسى قول للشعب في كل اول شهر لازم تقدموا ذبيحه لربنا، ذبيحه لله كفاره لخطاياكم. وموسى كلم الشعب في كل أول شهر لازم يقدموا الذبيحة، والذبيحة بتكون من أشياء كثيرة. ومن ذلك الزمن أصبح أن كل شهر من شهور السنة بيجي تقدم الذبيحة للرب، واستمر هذه الأمور لتقدم الذبيحة بالنسبة للشعب الإسرائيلي حتى القرن الأول، لحد ما موضوع ده جاء وقف. والله كان بيتكلم عن الطمع في الرسالة بتاع النبي عاموس، إنه الشعب الإسرائيلي بالذات التجار دائما بيخضعوا الشعب، لما الشعب يجيبوا المحاصيل بتاعتهم بيشتروا منهم بكمية وبسعر بسيط، لما نيجي وقت إنه هم يبيعوا للشعب بيبيعوا كمية بسيط وبسعر كثير. عشان كده ربنا بيقول للشعب الإسرائيلي لا ما تطمعوا. إحنا لو سألنا أنفسنا الإنسان بيطمع في شنو؟ في الزمن الحالي إحنا بنقعد فيه ده في ثلاثة أهم أشياء الإنسان بيطمع فيه. الإنسان بيكون طمعان في الأكل، الإنسان بيكون بيطمع في المال، والإنسان بيطمع للسلطة. في أشياء كثيرة الناس بيطمعوا فيها، لكن ده يمكن أكون ثلاثة أشياء أساسية في حياتنا إنه الإنسان بيطمع فيه دائما. الطمع في ثلاثة الأشياء اللي أنا ذكرته بيودي الإنسان إلى الخلاق، بيخليك تخلق، أنت بتكفل طريقة بتاعت الحياة الأبدية بالنسبة لك، وده حاجة بطالة. بنقول إنه الإنسان المسيحي يكون طمعان، ومش طمعان لنفسه، إنما حتى يظلم المسكين الفقير التعبان المرض بيستقطع عشان يقدر يلقى وجبة بتاعه، وده ضد خوت الناس الأغنياء. مرات بيدخل على المساكين والفقراء وبيطمعوا لأشياء كثيرة لأنفسهم. القراءة الأولى من سفر عاموس ممكن نربطه مع الإنجيل الليلة، إنجيل بتاع النهاردة العلماء اللاهوتيين قالوا يصعب تفسير بتاعه، تفسير بتاع الإنجيل بتاع قديس لوكا الليلة أصحاح 16 الآية 1 إلى 13، ده من أصعب الآيات في الإنجيل، التفسير صعب. ولكن إحنا بنستنتج يمكن ثلاثة أشياء أو أربعة من الإنجيل ده اللي إحنا ممكن نقدر نتأمل فيهم. واحد إنه الموارد الموجود عندنا لازم نهتم بها، لأن الموارد ده ما حقها، ده ملك لله، ده ملك لله، ما حقها. إنه الموارد الموجود عندنا لازم إحنا نكون عندنا له اهتمام. نمرة اثنين، الموارد اللي عندنا المال الموجود عندنا سواء كان المال العام
أو مال خاص بتاع أفراد أو حقتك أنت ذاتك، استخدم المال ده دائما في أعمال الخير، لأنه مرات كثير الناس بيستعملوا الناس بيستعملوا المال إما للخير أو للشر. فالإنسان المسيحي استعمل المال ده دائما للخير، لأعمال الخير. المال أو القروش برضو فيها خطورة، لأن المال الكثير بيخلي الإنسان يميل للقوة، الإنسان ده يكون عنده قوة، والإنسان ده يكون عنده سلطة. وإذا أنت عندك مال استعمل المال ده بحرص، إذا أنت مسؤول من المال العام أو الخاص استعمل المال ده بحرص، أحرص فيه، وإلا بيقودك إلى الجحيم. الموارد والأموال الموجودة عندنا لازم إحنا نستعمله بطريقة اللي بيساعدنا إلى الحياة الأبدية. ده ممكن أربع المواضيع اللي بيخلينا إحنا نتأمل النهاردة شنو يسوع دار يقول لنا في الكتاب المقدس النهاردة. الناس اللي عندهم مال كثير زي ما أنا قلت قبل دائما بيفكر في أشياء اللي هو دار يفرح، أو الإنسان دار يكون عظيم وفخور ناس يفتخر بهم، ولكن دائما بيقود الإنسان إلى الخلاق. ندي مثل بسيط اللي إحنا كلنا عارفينه، أسامة بن لادن هو غني، هو من سعودية من أسرة المالكة، عنده ممتلكات، عنده قروش. حصل شنو لأسامة بن لادن؟ بدأ ما يفكر يعمل عمل الخير، يبني مدارس جامعات، يفكر للفقراء. أسامة بن لادن فكر يخطط، يفكر في قروش بتاعه يشيل السلطة في العالم كله، يشيل سلطة من أمريكا ويبقي العالم عالم إسلامي متطرف وينهي حاجة اسمه المسيحية. دي أفكار باطلة. وأسامة بن لادن زي ما عرفناه عاش في الدنيا، هو بقى الدنيا هنا جهنم بالنسبة له، بقروش بتاعه بقى الدنيا جهنم قبل ما أنه هو يمشي للدنيا الآخر. وين عارفين كيف أسامة كان عايش؟ في إخباء، كان مختبئ دائما وأبدا حتى الموت بتاعه. ليه؟ لأنه كان عنده مال كثير، ما قدر أنه يستعمل المال بتاعه ده للخير، إنما فكر يستعمل المال للشر. حاجة تانية، نشوف منو يستعمل المال للخير، وده إنسان بسيط وفقير. احنا قبل اسبوعين ولا يمكن اقل من اسبوعين، اذا احنا بنطابع كويس، القديس فرانسيس هو بقى الام تريزا قديسا قبل اسبوعين، احنا لو كنا متابعينه. الام تريزا فقيرة، لكن هي فكرت تعمل اعمال الخير، والعمل ده خلاها يكون هي غنيانة. هي فكرت للمشردين، للفقراء، للمساكين، وعشان فكرة ده هي أصبحت غنية غنيانة، لأنه كان بتلقى طبروات من الناس الأغنياء، من الناس اللي عندهم أموال، وهي بقت غنية. لكن الأم تريزا ما استعمل القروش ده لعمل بتاعه خاص، لكن استعملتها للفقراء، للمساكين، للمشردين، الأطفال اللي عايشين في الشوارع الملاكين اهتمامهم. حتى الراهبات بتاعت الأم تريزا ما بينوموا في السرير، ما عندهم سرائر، بينوموا في الواطة تضامن المال فقراء، بالرغم أنه قديسة تريزا عندها قروش عندها مال، لكن لا، ما حبوا يعيش حياة ثانية، حبوا يعيش حياة بتاعت الفقراء. وده الإنسان اللي بفكر أن يعمل المال من أجل الخير. Bakhita Radio. Radio Bakhita. Sotel Kenisa. The voice of the church.